طابت أوقاتكم. بداية النشرة مع العناوين. ميقاتي يجدد من عين التين: انتخاب رئيس الجمهورية هو الحل. بدءا من الغد أجيرو في إضراب مفتوح. وعلى وقع الانهيار المتسارع: ماذا تحمل باربرا ليف إلى لبنان؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى لمعايدته بشهر رمضان المبارك، حيث قال من هناك: نحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملا، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي لإقرارها من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية وأصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية. ميقاتي زار بعدها عين التيني، حيث أشار بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه تم تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لإحالة بعض القوانين إلى اللجان النيابية لدرسها، كي تكون الجلسة النيابية المقبلة منتجة على صعيد القوانين. وجهات النظر كانت متفقة ونحن نتابع هذا الموضوع، ولكن كنت صريحا جدا مع دولة الرئيس أن الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد. لا نستطيع أن نبقى هكذا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها دون مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس جمهورية. فانتخاب رئيس جمهورية ضروري وهو الحل. فمن ينتقد البعض ما نقوم به اليوم على مساوئه أو على حسناته، فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية. أقولها كل مرة وأكررها، انتخاب رئيس جمهورية ضروري وانعقاد مجلس نيابي لإقرار المشاريع الإصلاحية. اليوم صباحا كان لي اجتماع مع صندوق النقد الدولي وبحثنا بهذه المواضيع، والقوانين الموجودة في مجلس نيابي يجب إقرارها. أنا قلت نحن أرسلناها إلى المجلس النيابي، ليست بالضرورة هي مثالية، ولكن علينا أن نتفق. اليوم نحن في لبنان أمام ثلاثة خيارات: أما الاتفاق مع صندوق النقد، أم نتفق مع بعضنا البعض، أم لا نتفق بتاتا. فنحن اخترنا الخيار الأسوأ، الخيار الثالث، هو ألا نتفق بتاتا. فمن هو المستفيد؟ هذا المواطن هو الذي يدفع الثمن، وهذه الطبقة السياسية أعتقد هي مسؤولة عن كل ذلك. أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي اليوم القرار التالي: عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/8/1998 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، واستنادا إلى الموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار استثنائيا لهذا العام، يعلن أمين عام مجلس الوزراء عن تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 5 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي، بحيث يتم تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 20/21/2023 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام استثنائيا. في ملف تفجير مرفأ بيروت، تصريح لأهالي الضحايا بعد لقائهم القاضي سهيل عبود مطالبين بإطلاق سراح التحقيق قانونا بعدما تم إطلاق سراح الموقوفين من أكثر من شهر. من أكثر من شهر تم إطلاق سراح الموقوفين كلهم بشكل مش قانوني وبطريقة اغتصاب سلطة. نحن اليوم وقفتنا كانت لإطلاق سراح التحقيق، يعني لقيوا طريقة غير قانونية لإطلاق سراح الموقوفين. نحن عم نقول لهم نحن بدنا بالقانون إطلاقوا سراح التحقيق. شفنا رئيس سهيل عبود، لأنه نحن بنعتبر أنه التحقيق واقف وجامد وما عم بيتحرك، فهمنا منه أنه لا، القصص منا جامدة، في تحركات مبدئيا بس في أشياء بتكون سرية
ما بيقدروا يطلعوا للعالم على كل شيء صار. مثل ما بنعرف هذا اكبر ملف بملف لبنان، وتدخلات سياسيه من فج غامق فيه عم يمشوا بطريقه صحيحه وما بدهم يتسرعوا. هيدا كل اللي قلنا في تطمينات والملف ماشي، ونحن كل فتره رح نعمل وقفات تنشوف اذا الملف ماشي او لا. أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو في بيان الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24 أذار 2023 وعدم الحضور إلى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام بأي أعمال بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب. ولفت المجلس إلى أننا بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها، ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا إلى التجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعدما أصبحت تعادل 1% من قيمتها الفعلية، وأكد أنه يعول على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين ومياومين لهذه المرحلة والتضامن لإنجاح التزام التام بالإضراب. ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أي خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها، وأبقى اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات. على وقع الانهيار المالي المتسارع وتفكك مؤسسات الدولة، باربرا ليف تصل إلى بيروت بعد ساعات وتعقد لقاءاتها اللبنانية الجمعة. فماذا في التفاصيل في تقرير نانسي صعب؟ في ختام جولتها على عدد من دول المنطقة، تحط مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في بيروت في زيارة ليوم واحد الجمعة، حيث تقتصر لقاءاتها بين عين التين والسراي الكبير ووزارة الخارجية اللبنانية. هذا في جدول اللقاءات الرسمي إلى جانب سلسلة لقاءات لم يعلن عنها بعد. أهمية زيارة ليف تنطلق من كونها تعقب اللقاء الفرنسي السعودي قبل أيام بالنتائج التي انتهى إليها، كما أنها تأتي بعد أسبوعين تقريبا على الاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية، في ظل ترقب انعكاسه على المشهد الشرق أوسطي من بوابة اليمن إلى الحدود السورية واحتمال انعكاسه على الوضع اللبناني. وللتذكير فإن ليف هي المسؤولة الأمريكية التي فصلت قبل أشهر وتحديدا في تشرين الثاني 2022 السيناريوهات التي قد يواجهها لبنان، والتي يكون مشهد تفكك الدولة وذهاب عدد من البرلمانيين اللبنانيين إلى أوروبا أكثرها سودا. Packing their bags and going off to places in Europe or elsewhere where they have property. That's sort of the darkest end of the spectrum. تحضر ليف إلى بيروت حيث السلطة السياسية مبتورة ومعطلة تعاني خللا جوهريا على مستوى الشراكة والتوازن، فلا رئيس جمهورية تلتقيه في ظل الشغور الرئاسي المستمر. أما نجيب ميقاتي فليس إلا رئيس حكومة تصريف أعمال، وهي حكومة منعدمة القوة والفعالية كما وصفتها ليف سابقا باعتبارها unempowered، حتى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ستلتقيه وهو غير قادر ربما للمرة الأولى على فرض إيقاع سلطته على العمل التشريعي، حيث يجاهد من دون جدوى حتى الآن لعقد جلسة تشريعية. عمليا لم تختلف الأولويات الأمريكية التي سبق أن تطرقت إليها ليف، وهي تنطلق من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس يشكل حكومة قوية فاعلة تتولى القيام بالإصلاحات المطلوبة، بما يمهد طريق إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تعتبره ليف أكثر من ضروري، وهي سبق أن اعتبرت أن الإفلات من هذا الاتفاق بالاتكال على ملف الغاز والنفط بعد إنجاز ترسيم الحدود هو وهم. هذا بالإضافة إلى إنجاز اتفاقات الطاقة التي سيمولها البنك الدولي مع كل من مصر والأردن، وهما للمفارقة محطتان تسبقان المحطة اللبنانية. مقاربة هذه الزيارة تنطلق من نقيضين مبنيان بشكل أساسي على التطورات في المنطقة، من إعادة العلاقات الإيرانية السعودية إلى التقارب السعودي والسوري ضمنا. المقاربة الأولى تربط تزامن زيارة ليف مع تسارع الانهيار المالي في لبنان وسط بدء الحديث عن مستقبل مصر في لبنان خارج سيطرة رياض سلامي، وسط عودة مشهد الشارع ما استقي منه عاملا قد يأخذ مدى تفجيريا بعد الزيارة. أما المقاربة الثانية فتعتبر أن الاهتمام الأمريكي يتركز على عدم خسارة ورقة إضافية للولايات المتحدة في المنطقة وهي الورقة اللبنانية، وهنا يعتبر أصحاب هذه النظرية
أن لا مصلحة للجانب الأمريكي بتفجير الوضع اللبناني، لا بل على العكس، خصوصا أن باربرا ليف وفي مشاركتها في ندوة مركز ويلسون في تشرين الثاني الماضي قالت إنها لا توافق على أن سيناريو تفكك الدولة وانهيار لبنان يؤدي إلى إعادة بنائه من رماده. I'm mindful of the narrative in some parts of this town and elsewhere that letting Lebanon collapse may somehow enable it to rebuild from the ashes, free of the plague that Hezbollah has represented for so many years. If only it were so simple, but it's not. Lebanon's people and its neighbors, Jordan, Israel, the Syrian people, would bear the brunt of state collapse. في كلا الحالتين تلفت مصادر مطلعة إلى أن أهمية زيارة ليف تكمن في استكشاف الأولويات الأمريكية وما تريده الولايات المتحدة من لبنان على ضوء التغيرات الإقليمية، كما على ضوء اللقاء السعودي الباريسي وما إذا حصل تطور في الموقف الأمريكي لجهة الدخول على خط استحقاق رئاسة الجمهورية. بعد دولرة أسعار السوبر ماركت، هل باتت دولرة الأدوية قريبة؟ تقرير جوال حبيب. في وقت بدأت فيها الدولرة بالسيطرة على أغلبية القطاعات والسلع والخدمات في لبنان، أصوات تنادي ضدها، فإلى اليوم لا يزال المعنيون في قطاع الصحة ضد دولرة أسعار الأدوية باعتبارها حاجة ضرورية ومسألة حياة أو موت. اليوم نحن أفضل للصيدليات هي أن تكون مدولرة، ولكن نحن كنا عم نرفض الدولرة، نعتبر أن الدولرة رح ترتد سلبا على المريض. كنا عم نقول الآلية اللي بدكم إياها للشركات ولوزارة الصحة، أكان دولار دولرة أو كانت مؤشر كذا مرة بنقعد، نحن ما عندنا مشكلة بالآلية، نحن هدفنا نأمن دواء لصيدلياتنا. نعم، هلا في كتير قطاعات كانوا عم بيقولوا ما رح نتجه للدولرة وما يخافوا المواطنين ورجعوا اتجهوا للدولرة، هل في احتمال بالمستقبل القريب ترجع تتسعر الأدوية بالدولار؟ نحن لحديث هلا ما بدنا دولرة. قرار إضراب الصيادلة المفاجئ بالأمس تحت ضغط شركات وموزعي الأدوية والذي تم الرجوع عنه لاحقا شكل خضة لكل مواطن شارفت أدويته على الانتهاء وجعلت من معاناة ألمه ضعفين، وفي وقت تنص فيه المادة 88 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه يمنع تحت طائلة العقوبة إقفال هذا القطاع الحيوي لأن في ذلك تعريضا لحياة المرضى للخطر. نجد في لبنان من يستخدم هذا الأسلوب بغية الوصول لأهدافه وهي الحصول على الأدوية، وكأنه مكتوب دوما أن يتم اللعب على أعصاب المواطن اللبناني، ولكن السؤال لماذا لا تسلم الأدوية في موعدها؟ الشركات والمستودعات ما كانت عم بتسلم الأدوية إلى الصيدليات بسبب الارتفاع في سعر الدولار وعدم مواكبة مؤشر الصادر عن وزارة الصحة لهذا الارتفاع. بعد ما سكرت الصيدليات لبضع ساعات تم الاتفاق مع الوكلاء مع المستوردين مع المستودعات على تسليم الأدوية إلى الصيدليات وأكيد تحت إشراف وزارة الصحة. ونتيجة هذا القرار ونتيجة هذا البروتوكول اللي توقع تم فتح الصيدليات. صار في قرار من وزارة الصحة بعدة مؤشرات بالنهار حسب تقلب السعر بالصرف. أصداء دولرة أسعار السوبر ماركت لا تبشر بالخير، ويبدو أن قصة دولرة أسعار الأدوية قريبة، وقبل تطبيق الدولرة أولا على الرواتب والأجور فلن يكون باستطاعة المواطن اللبناني تحمل المزيد من الأعباء، ومن هنا يبقى الحل الوحيد لإنقاذ الوطن والمواطن خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة تخفف من وطأة الأزمة. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد إلى تذكير اليوم. سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب. فحان الوقت أن سوريا ترجع إلى محيطها العربي، إلى إخوانها العرب. والآن إلى فقرة أسرار اليوم.
لوحظ أن موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة عاد إلى التداول بقوة على الساحة الداخلية تزامنا مع الكلام عن تسوية خارجية شاملة يتم العمل عليها للوضع اللبناني. بات من الواضح أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يعد من الأسماء المطروحة جديا لتولي رئاسة الحكومة ضمن أي تسوية مقبلة بسبب التحقيقات المرتبطة باسمه وأبرزها بإمارة موناكو. يبدي الثنائي الشيعي برودة فائقة تجاه الاستحقاق البلدي والاختياري بشكل دفع البعض إلى الاستنتاج بأنهما سيعملان على التمديد للمجالس الحالية مهما كلف الأمر. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا، إلى اللقاء.